إذاعة دمشق تقدم من الحياة. الرياضة والأخلاق. من مكتبة الإذاعة السورية. أن أعلن فوز اللاعب طارق بالبطولة للمرة الثالثة وفي السنوات الثلاث الماضية. أعزائي أصدقائي، شكرا لكم. لولا تشجيعكم وتعاطفكم معي ما وصلت إلى ما أنا فيه. شكرا. سيقيم النادي حفلا مساء اليوم تتويجا للاعبنا البطل طارق. طارق، واحتفالا بالنجاح وتحقيق الفوز. إلى أين نذهب حبيبي؟ إلى البيت طبعا. أريد أن أخلو بك بعد كل هذا العناء الذي بذلته. أنت البطل ويحق لك ما لا يحق لغيرك. أنا زوجك وحبيبك، أحتاج لحمام ساخن يزيل عني التعرق ويفتح مسامات جلدي ويعيدني رفيقا تثقين به وتحفظينه من الضياع. أي ضياع؟ ولم الضياع؟ ألم تشاهد الفتيات الجميلات اللواتي أحطن بي في الملعب بعد فوزي وكل منهن تطلب موعدا؟ وبعد ذاك أمر أنت معتاد عليه. لولا وجودك لجانبي لأدى الأمر إلى ضياعي بين كل المحتفيات بي. لما لا تضحكين؟ لا مبرر للضحك. أنا أعلم أن وجودي إلى جانبك ضروري، فأعصابك لا تتحمل كل تلك التنهدات من حولك. تخشين أن... أخشى أن، نعم أخشى أن. وأين ثقتك بنفسك؟ أين ثقتك بحب لك؟ كل إنسان يتعرض لنكسات أحيانا، ينتابه ضعف أمام أمر معين كالجمال مثلا. وأنت الجميلة حبيبتي. اتركي، لن أجيب. قد يكون أمرا هاما. لا شك أنه من معجبة تريد تهنئتي بالفوز. مع ذلك لن أجيب. ما دمت لا تقود السيارة فلما لا تجيب؟ كما تشائين، سأجيب. ألو، نعم مستر طارق، لك التهاني بفوزك بالبطولة. من حضرتك؟ اسمي بول، ويهمني أن أتعرف عليك وأجتمع بك. أهلا وسهلا. أنت تتردد ماركا فردوس، أليس كذلك؟ أحياناً. غدا في 10 صباحا نلتقي هناك، هل توافق؟ أوافق. إلى اللقاء، مع السلامة. كيف توافق على لقائه وتحدد له موعدا وأنت لا تعرفه؟ عندما نلتقي سأعرفه. ألم نصل البيت بعد؟ كوفي نو شوغر، قهوة سادة حاضر يا خواجة. وأنا أيضا كوفي نو شوغر. اثنين كوفي نو شوغر. مستر بول، شاهدت إذن مباراة البارحة؟ شاهدت كل مباريات المسابقة وأنا كنت أتابع. عفوا،
لم تعلمني. هل لك علاقة بلعبة كرة المضرب؟ أنا مدرب في النادي العالمي في بلدي. أهلا وسهلا. لابد وأن لك ملاحظات توجهها لي. تارك، أنت لاعب جيد لكنك تحتاج لتدريب على مستوى أعلى. لدينا في النادي هنا مدرب جيد. هذه اللعبة في تطور وتحتاج إلى متابعة تطورها العالمي. أنت بجهدك ونشاطك يرتبط لك اللعبة هنا، لكن عدم وجود منافسين ذوي دراية وخبرة وتجربة هيأ لك سبيل البطولة. قد نلت البطولة بجدارة مستر بول على المستوى المحلي، وأنا سعيد لهذا. أنت غير متفرغ، لا تحتاج اللعبة لتفرغ. أنت تقول هذا؟ ماذا تعني مستر بول؟ تحتاج اللعبة لتفرغ؟ طبعا، هي لعبة فردية وليست لعبة جماعية تحتاج إلى قهوة سادة للسادة. شكرا، تفضل مستر بول. شكرا. أي خدمة. شكرا. قهوة لذيذة مستر تارك. أنت بحاجة إلى تطوير، أنت بحاجة إلى توسع. أنت يمكن أن تصبح لاعبا عالميا وأن تحصل على مكانة تليق بك. شكرا مستر بول، ولكن كيف؟ هل أنت مستعد للمجيء إلى بلدي والانتساب إلى النادي الذي أدرب فيه؟ كيف؟ هنا لدي عملي وبيتي وزوجتي وسيارتي وأهلي. هنا بلدي. طارق، إذا بقيت هنا ستبقى كما أنت. أنا بطل البلد وهذا يكفي. هذا لا يكفي. نو، اعذرني مستر بول، ليس لدي أي فكرة عن ترك هذا البلد. بلدي. بلدك يبقى لك. لا أحد يطلب منك أن تتخلى عن بلدك. تطلب مني ترك الابتعاد عنه في سبيل الأفضل. ألست طموحا تارك؟ أنا طموح، ولكن بمنطق. أطمح بالأفضل على أن يكون للطموح مكان في الواقع وإمكانية في التحقيق. تارك، أنت تترك عملك هنا وتأتي إلينا هنا مع زوجتك، تتابع دراستك العليا التي تركتها هنا، وتنتسب إلى النادي الرياضي لتتدرب وتلعب باسمه، وكل نفقاتك وطلباتك مغطاة مع تكاليف الدراسة ومع مرتب شهري. مستحيل أن ألعب إلا باسم وطني. تارك، لا أحد يخلصك من وطنك، بالعكس، أنت باسمك وبجنسيتك إنما تحقق نصرا لوطنك ودعاية لبلدك وأهل بلدك. تقول إنني سألعب باسم النادي الأجنبي؟ نعم، تلعب باسم النادي الأجنبي محتفظاً باسمك وباسم وطنك. تارك، أنا أقدم لك فرصة كبيرة للتقدم وتسلق سلم المجد. مستر كول، هذا موضوع كبير جدا وقد فاجأتني. هو موضوع كبير بالنسبة لك؟ فكر بهدوء وخذ وقتك واسأل من تثق برأيه. واتفق قبل كل شيء مع زوجتك. أنا آسف، لا أستطيع أن أقول شيئا. لا تقل شيئا الآن. أنا سأغادر غدا عائدا إلى بلدي، وسأترك لك عنواني ورقم هاتفي. يمكنك الاتصال بي متى تشاء وسؤالي عن كل ما تريد الاستفسار عنه. تارك، هذه الفرصة التي أعرضها عليك لن تأتيك مرة أخرى، فكر جيدا. طارق حبيبي، نحن لا ينقصنا شيء ونحن سعداء في حياتنا هنا، فلما التغيير؟ من أجل الأفضل، وسعادتنا ستصحبنا أينما ذهبنا ما دمت معي. ما ترين؟ هو لأنني أحبك أوافقك. نذهب، لما لا نذهب؟ ما هذا الجنون؟
الرجل لديه عمله المحترم، إلى جانب أنه بطل سوريا في كرة المضرب. ماذا تريدون أكثر؟ يقول إن علينا الذهاب إلى الخارج من أجل الأفضل. وهل بقي أفضل؟ أنتما تعيشان الأفضل. أبي، ها، ما رأيك؟ من مكتبة الإذاعة السورية. أنتظر حتى تفرغ أمك ما لديها من شحنات، وبعدها أدلو بدلوي. يا له من دلو، دلوك فارغ دائما وليس عندك أكثر من وفقكما الله لما هو أفضل. وهل هناك أجمل من هذه الكلمات؟ وفقكما الله لما هو أفضل. أبي أرجوك دع المجادلة جانبا وقل لي ما رأيك. حبيبتي، زوجك طارق يعرف أين مصلحته، فهو ذكي وحريص، لكنه متهور أحيانا، يتحمس لرأي ما وقد يكون رأيا طارئا ويصر على تحقيق ما جاء فيه. أمي لا تظلميه أرجوك، هو لم يخطئ برأي ارتأه حتى الآن. لكن إذا كان الآن يرتأي أن يسافر ويبدأ من جديد، يكون قد بدأ مشوار الخطأ. يا عزيزتي، يا حبيبتي، لا تكوني قاسية على الشاب، هو لا يستحق إلا كل خير. أنا أتكلم مع ابنتنا وفاء، ومعك لا معه، لذلك فلا مبرر لما تقول. أعتذر سيدتي، أنت بعيدة كل البعد عن القسوة. هذا هو الكلام، سلمت يا سيدي. حفظكم الله ورعاكما. وبعد، الموضوع سابق لأوانه، إذا تمت الموافقة على طارق أن يذهب إلى هناك ويدرس الوضع بشكل تفصيلي، ثم يوقع عقدا معهم ويسجلونه في الجامعة هناك في الدراسات العليا. المشكلة في العقد، العقد يربطه. لا بأس أبي، وليربطه ما دام وضعه جيدا. أمي كفاك هزا برأسك أرجوك. أتدرين يا وفاء، أنا أخشى ألا تعودا إلينا، أن تبقيا هناك. تأتين وأبي إلينا وتلاعبان أولادنا. أمي أتبكين؟ أنا لست مستعدة لتقبل بعادك عنا يا وفاء، أنت ضوء أعيننا، وصعب أن نعيش وأنت بعيدة عنا. ما دام قرر المضي في الأمر فليس أمامنا إلا أن نتمنى لهما التوفيق والنجاح. حفظك الله يا أبي، لا يجوز أن تبدأ الحبيبة أمي بكاءها منذ الآن، الموضوع لا يزال فكرة ولم يتبلور، وأمامه عقبات كثيرة، فلننتظر. دعوتكم اليوم لمناقشة أمر زميلنا السيد طارق، الذي أعلمنا أنه سيغادر إلى الخارج بدعوة من أكبر نوادي الرياضية هناك للبحث في انضمامه لهم وتوقيع عقد معهم. أنا شخصيا فوجئت بالنبأ ودهشت لموافقة السيد طارق المبدئية بيسر وبساطة وسهولة، في الحقيقة لم أكن أتوقع ذلك. أفهم أن الزميل لا يؤيد هذه الخطوة، لكنه لم يجرؤ على اعتبارها نوعا من عدم الوفاء. فعلا فعلا، هي عدم وفاء للنادي ولأسرته ولبلده وبالتالي لوطنه. لكنني لا أوافقك على ما تقول أيها الزميل، نحن مشكلتنا أننا لا نريد أن ننفتح على العالم، نبقى في حالة انطواء. يا صديقي، هم الأعداء يصرون على أن يضربوا حاجزا بيننا وبينهم. المهم، جاءت صديقنا البطل فرصة لا تفوت، يحتك خلالها بلاعبين عالميين ويتابع تدريباته في ناد كبير مشهور، هل نلومه على القبول؟ أنا شخصيا أود أن أهنئه وأتمنى له التوفيق. ما بالكم يا زملاء، هذا الذي نتكلم عنه بطل لسنوات، هو ثروة لنا وللبلد، ولا يجوز أن نفرط به. من قال إننا نفرط به؟ بالعكس،
نحن نبعثه معتزين بمكانته الرياضية وبإمكاناته كبطل من أبطال اللعبة. في هذا فقط دعاية كبيرة لنا. لكننا نخسره، ومن الصعب أن نعوضه. نحن لا نخسره، يبقى الرجل ابن هذا الوطن وبطل هذه اللعبة، لن يتنازل عن اسمه ولا عن سمعته ولا عن وطنه. سيتدرب في الخارج وسيلعب في الخارج دون أن يغير اسمه أو جنسيته، وتكون الفائدة فائدتين: تطوير لملكاته ودعاية لبلده. أنا شخصيا أهنئه وأدعو إلى مؤازرة النادي له. يا زميلي، ماذا تقول؟ على النادي أن يمنعه من الذهاب ما دام الرجل عضوا فيه. اعذرني أيها الزميل، لا يحق للنادي أن يمنعه، فهو لم يوقع عقدا كي يبقى في النادي. وهنا السؤال، لما لم يوقع عقدا؟ النادي غير مهيئ لتوقيع عقود مع لاعبيه. توقيع العقد يتوجب التكفل باللاعب ماديا ومعنويا. حضرة الرئيس، ما رأيك في الموضوع؟ أنت اكتفيت بالاستماع وإدارة الجلسة دون المشاركة في النقاش للوصول إلى القرار الصائب. لم أشأ أن أدلي بدلوية قبل أن يتحدث الجميع ويبدو آراءهم. الآن أنا أقول وبقناعة تامة، من مكتبة إن قبول السيد طارق السورية للتعاقد مع ناد أجنبي شهير يعنى بهذه اللعبة بالذات هو انتصار لنا، فالسيد طارق أصبح بطلا محليا نتيجة التدريب المهتمين هنا والذين لم يطوروا قدراتهم التدريبية، وهذا لن يكفي إذا كنا نطمح ببطولة عالمية. والآن أدعو زميلنا السيد طارق الذي ينتظر في الخارج أن يتفضل ويشرح لنا موقفه. يا هائل. حاضر سيدي. أدعو لنا السيد طارق. أنا لست بحاجة لمن يحدثني عن الوطنية وعن الانتماء وعن الإخلاص للأهل والأصحاب ومن ثم للوطن. أنا أريد أن أسير في طريق الأفضل لأطور إمكاناتي وأحقق انتصارات أكبر لبلدي. اسمي لن أغيره، وجنسيتي لن أغيرها، واعتزازي بأهلي ووطني لن يقل. وإذا وافقتم سأبقى حاملا لقب بطل اللعبة لهذا الوطن، وسأشترك في كل مباريات البطولة، وسأبقى عضوا في هذا النادي. يا سيد طارق، نحن نقدر كل كلمة قلتها، لكنهم هناك لن يقبلوا بأن تلعب باسم بلدك خلال مدة العقد معهم. من قال هذا؟ أنا البطل الذي يريدون، وأنا الذي أحدد شروطي وليس هم. ستكون الإغراءات كبيرة كي يشتروك نهائيا. سيدي، أنا لا أقبل مخاطبتي بهذا الأسلوب، قد قلت كلمتي. مستر طارق، الأزمة التي تمر بها بلدك قد تؤثر سلبا على وضعك هنا. لم أفهم مستر بول، ما علاقة الأزمة والعدوان على بلدي بالعقد الذي سأوقعه هنا مع ناديكم؟ مستر طارق، أنا أتعاطف معك، لكن كما تعلم الجميع هنا سوف يعتبرونك لاجئا، وبالتالي سوف يسلبونك حقوقك. لن يستطيعوا، فالعقد لن أوقعه ما لم يحقق كل مطالبي. هم لا يريدون أن يوقعوا عقدا معك، إذ يعتبرونك موجودا هنا هربا من الوضع في بلدك، ولضعف موقفك سوف توافق على كل مطالبهم.
أعود إلى وطني، فأهلي هناك وزوجتي، ولن أتركهم في هذا الظرف كي أبقى هنا. مع من؟ اعذرني، مع أناس لا مبادئ لهم، يغيرون رأيهم ويتنكرون لوعودهم. مستر تاريك، أنا آسف، هم طلبوا مني أن أعلمك بأنهم يرحبون بك كلاجئ، وبالتالي يمكن أن تشارك في مباريات إذا كانوا يحتاجون لمشاركتك. مستر بول، أنا لست لاجئا ولن أكون، وقد جئت بناء على طلب منكم كي أدرس الوضع وأوقع العقد. أنا لا أزال بطل بلدي في اللعبة وسأبقى. مستر بول، أنا سأعود إلى بلدي، فلست بحاجة لكم، بالعكس أنتم بحاجة لي، لكنكم تداورون وتتلاعبون كي توفروا ما كان عليكم أن تدفعوه مقابل تعاقدي معكم. مستر تارك، أؤكد لك أن لا علاقة لي بهذه التغيرات المفاجئة، وأنا سعيد بالصداقة التي قامت بيننا، وآمل أن تستمر سواء عدت إلى وطنك أو بقيت هنا. صداقتك أعتز بها مستر بول، وأنا أرحب بك في وطني دوما كصديق وليس كعضو في ناد رياضي يدعي أنه كبير لكنه لا يحترم كلمته. أخيرا أرجو أن تؤمن لي عودتي إلى بلدي كما أمنت لي مجيئي إلى هنا. هل أنت مصر على العودة؟ مصر طبعا. ألا تقابل السيدة مدير النادي قبل عودتك؟ لما؟ وما علاقتي به؟ هل استقبلني هو عند وصولي إلى هنا؟ أستاذ طارق، بطلنا، مرحبا بك في بلدك. شكرا. بوركت يا أستاذ طارق، وحمدا لله على سلامتك. قد هاجمك البعض هنا وانتقدوا ذهابك إلى الخارج مهاجراً ومتنازلاً عن لقبك كبطل لعبة كرة المضرب. كل ما قيل غير صحيح، أنا لا يمكن أن أتنازل عن لقبي ولا يمكن أن أتردد في اللعب باسم بلدي. قد ذهبت لأوسع معلوماتي وأطرق باب البطولة العالمية رافعاً اسم بلدي. كما تعلم أستاذ طارق، الأقاويل كثيرة يطلقها البعض دون تبصر ولا ترون مقابل الآخرين الكثيرين الذين فهموا موقفك وتمنوا لك التوفيق. اعذريني، هذه زوجتي جاءت تستقبلني، سأنطلق إليها. برعاية الله أستاذ طارق، برعاية الله. السلام. يا طارق، كم اشتقت إليه. أكثر مني؟ لا أعتقد، لكن الغياب لم يطل. حبيبي طارق، عدت منتصرا وهذا هو المهم. كل الصحف ووكالات الأنباء تحدثت عن وضعك بالتفصيل وأثنت على موقفك وثأرك لكرامتك وكرامة بلدك. وفاء حبيبتي، كنت واثقا من أنك ستفهمين موقفي، سواء عندما قررت الذهاب وذهبت، وأيضا عندما قررت العودة وعدت. كلنا نفهم موقفك وكلنا سعداء لعودتك، وكلنا وأنا بخاصة نحبك. هيا بنا، السيد مدير النادي جاء خصيصاً ليرحب بك، ومعه السادة أعضاء مجلس الإدارة. السيدات والسادة، إليكم النشرة الرياضية. تقام في مدينة حلب المناضلة مباريات تصفية لاعبي كرة المضرب، وسيشترك في هذه المباراة بطل الدولة السيد طارق. ومعلوم أن هذه المباريات ومباريات أخرى في ألعاب أخرى تقام ضمن مهرجان حلب الرياضي احتفالا بتحرير المدينة الباسلة. أرأيتم؟ لو كان طارق قد تعاقد مع النادي الأجنبي لما استطاع أن يأتي ويشترك في هذه المباريات. أنا واثق من أن البطل طارق
لم يكن ليفوت هذه المناسبة حتى ولو كان متعاقدا مع النادي الأجنبي. كان سيؤكد في أول بنود العقد على حقه في الاشتراك في المباريات التي تقام في بلده وعلى تمثيل بلده في كل مباراة يشترك فيها. وكيف سيقبل النادي الأجنبي شرطه ذاك؟ لن يوافق قطعا. إذا كان يجده مهما ومفيدا له فسوف يوافق. هو قد استغنى عنه. النادي الأجنبي لم يستغني عنه. النادي الأجنبي كعادة الدول الأجنبية المعادية أراد أن يستفيد من لاعبنا الكبير طارق دون أن يرتبط معه. المهم أن لاعبنا طارق برهن على مكانته كلاعب يحترم نفسه ويحترم لعيبه ويحترم بلده. عندما شعر أن كرامته سوف تمس استغنى عن كل الميزات فيما إذا بقي في الخارج، وهذا يكفيه فخرا ويكفينا اعتزازا به. ألو نعم؟ هلو طارق، أنا بول. هلو بول، أنا في دمشق وأريد أن أراك. أهلا وسهلا بك كصديق، كصديق فقط. صديق طارق، صديق. مستر بول، يبدو أنك أصبحت تحب دمشق. وأهل دمشق أيضا، متى نلتقي؟ متى تشاء. هل نلتقي في ذاك المقهى الذي التقينا فيه سابقا؟ أوكي، لا بأس. بعد ساعة. بعد ساعة. أهلا مستر بول. هلو، ألم يأتي مستر طارق؟ لم يأتي، أنا على موعد ما. سيأتي إذن، تشرب القهوة السادة إلى أن يأتي؟ أوكي شكرا. ها قد أتى. احترامي أستاذ طارق. مرحبا. هلو مستر بول، نورت دمشق. شكرا مستر طارق، جئتك ولم أتأخر. ما الأمر؟ تفضل، هذا كتاب تسجيلك في الجامعة بالدراسات العليا مع دفع الأقساط السنوية كاملة. لم أفهم. وهذه صورة عن عقد يريد النادي أن يعقده معك، تدرسه جيدا وتضيف إليه ما تشاء وتحذف ما تشاء، ثم بعد أن توقع يوقع النادي. مستر بول، أنا لا أتعامل مع أناس لا يحترمون كلمتهم. قد تراجعوا ويريدون أن تنضم إليهم، والعقد ينظم كل شيء. وأنت مستر بول، ما دورك؟ أنا ممثل النادي، يمكنك طلب ما تريد على أن يكون الطلب معقولا. مستر بول، باختصار شديد، أنا غير مستعد للتعاقد معكم. يا مستر طارق، نحن نفتح كل الأبواب أمامك وأنت تغلقها؟ أنتم بدأتم بإغلاق الأبواب لا أنا، ثم إنني لا آمن من انقلابكم من جديد وتغيير رأيكم. لذا جئتك بالعقد كي توقعه ويوقعه النادي، والعقد يلزمكما معا. مستر بول، نحن بلد مر بأزمة عنيفة كما تعلم، والآن نبدأ مرحلة إعادة الإعمار. هل يكون من الطبيعي أن أغادر بلدي الطيب هذا وأهل بلدي الطيبين بعد أن اتفقنا على إعادة الإعمار؟ الرياضة والأخلاق. ساعدت في الإخراج سناء حمود. من الحياة، تأليف وإخراج فاروق حيدر.